لما تكون المومياء كمان مغطاه بالكامل وملفوفه ومحدش يعرف عنها حاجه. هو ده اللي هو زي يعني ما بتكون انت عندك جات لك هديه وتبتدي اللي بقى جوه. تبتدي وبس. النقطه انها بشكل امن جدا على وما يحصلش المومياء اي تلف خالص. احنا بندخلها في جوه الجهاز زي ما اي حد فينا دخل بيعمل اكيد. اشعه. بالظبط. ندخل جوه الجهاز، احنا ما بنلمسش المومياء تماما. الموضوع انها بتدخل، الموضوع لا يستغرق ربع ساعه وبعد كده بتخرج. معانا الصوره ايه معروضه على ال ده طبعا البطل الملك سقن رع. والملك سقن رع كان يعني من اول ما اكتشف في خيبات الدير البحري سنه 1881 ولقوا ان في اثار جروح عليه. هو والد احمس اللي هو طارد الهكسوس، بس ما كانش حد يعرف خالص ان هو حارب ولا لا. وكان في اقاويل ان هو ايه، والله ده يعني مات على سريره في مؤامره قصر وهو ما حاربش ولا اي حاجه. ولكن بالاشعه المقطعيه وبمضاهات الجروح باسلحه الهكسوس اللي هي موجوده مخبأه، او احنا كنا مخبيينها جايبينها من عاصمتهم، هم فعلا استخدموها، دي اسلحه محاربين. وضاهيت في ديت الاسلحه بتاعه الهكسوس، ضاهيتها مع الجراح بواسطه الاشعه المقطعيه، شغل اللي هو الطب الشرعي. بالظبط. من احنا يعني مثلا ديت الاشعه المقطعيه بينت بالظبط الجراحه، الجرح قد ايه مثلا، عرضها وده، وقدرنا نعرف كان سبب الوفاه بقى ممكن يكون ده. وعرفنا كمان ان هو تم مهاجمته بعده محاربين او مهاجمين بعده اسلحه مختلفه. على الاقل اربع او خمس اسلحه مختلفه، حراب وبلطات وده، وفي نفس الوقت من اتجاهات مختلفه واسلحه هكسوس. يعني هو كان في حرب، وان هو الملك كمان كان ايديه يعني مقيده الى الخلف، معنى كده ان هو كان تم اسره في حرب. وده بيدلنا ان هو كان يعني محارب وفي الصفوف الاولى في الحرب. ده حقيقي. ان احنا سمعنا كتير عن مثلا محاربين عظام، يعني تحتمس الثالث، وسمعنا عن رمسيس الثاني محاربين عظام، ومفروض انهم قاموا بحروب كتيره، بس احنا لما فحصت المومياء بتاعتهم ما لقيتش اي اثار للجراح عليهم. فالاكيد اللي كان في المقدمه مع جنوده هو كان الملك سقن رع، وهو كان كمان بيقود الموكب المومياوات الملكيه، كان هو في المقدمه. فكان ده بالنسبه لي سعاده كبيره قوي، لان هو يعني التاريخ ما ادالوش حقه وما كتبش خالص عليه ان هو قام باي بطولات، ولكن هو فعلا الاشعه والعلم طبعا يعني اعاد كتابه التاريخ من ناحيه. يمكن فعلا الاشعه اللي كانت معروضه لحضرتك يعني خليتينا ان احنا نقدر نشوفها. هو فعلا باين ان هو زي ما نقول ان يعني ده كان في معركه فعلا، زي ما احنا بنقول كده في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه ده، حد يعني متقصر كان في الصفوف الاولى يعني. وكمان حاجه اللي يعني تم توجيه الضربات على الانف، فده كان نوع من ده نوع من انواع يعني الكسر كبرياء المصريين كلهم. قهر من يعني هم لما يشوفوا ملكهم مكسوره ومناخيره اسير، ويعني المشهد كله طبعا مشهد جليل جدا لملك عظيم في حرب ومتأيد، وانا مش متخيل يعني كل ده بسبب الاشعه اللي حضرتك ممكن الازيد من كده كمان خطيب، ان احنا عرفنا برضو من السياق ان هو الجنود بتوعه ما سابوهوش، بدليل ان احنا عندنا الجثمان بتاعه. وان هو تم تحنيطه بعد فتره من الزمن، اللي هي هو طلع لهم، هم كانوا في اواريس في الشرقيه اللي هي تل الضبعه دلوقتي، وهو كان في الاقصر في تيبا، فهو راح لهم، فهو كان بعيد عن مكان التحنيط. فحتى الجثمان اتاثر بان هو كان في وقت ما بين الجنود بتوعه ما سابوهوش، اكيد ان هم في وقت من الاوقات يعني ميزان الحرب جاه ناحيه المصريين، فقدروا ان هم طبعا جنود ياخدوه. ومضى بعض من الوقت اثر على الجثمان، تفكك بعض الشيء، ولكن لما انا شفت التحنيط بتاعه في الدراسه اللي عملتها مع دكتور زي حواس، شفنا ان التحنيط بتاعه على المستوى الملكي. معنى كده ان هو ما اتحنطش في السكه زي ما كان في ناس بيقولوا، لا ده انا قلت لا ده وصل لغايه لما اتحنط على المستوى الملكي في ورشه التحنيط الملكيه.